يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت خدنا اكزامبل بسيط وطبقنا عليه وكل حاجة تمام، مفيش اي مشكلة. هناخد حاجة مهمة جدا وهي حاجة اسمها ngIf. ايه ال ngIf ديت؟ انا لو عاوز اعمل if statement عندي في ال HTML بتاعتي، ازاي اقدر اعملها؟ وهل الانجولار موفره لي دايركتيف خاص بيها ولا لا؟ ده كله هنشوفه مع بعض. بكل بساطة خلينا نشيل البوتن خالص، تمام؟ وركزوا معايا، هروح هناك اهو، مفيش اي مشكلة. هقوله هنا اسلام، بيظهر اهي مفيش اي مشكلة زي ما طبقنا المرة اللي فاتت، بس انا شلت البوتن. تمام، انا عاوز لو دخل لي اسم اسلام يعرض لي هنا اسم اسلام. طب لو ما دخليش اسلام هقول له مثلا هاي سير، تمام؟ اي كلمه غير اسلام. ازاي مش فاهمين؟ هنطبقها مع بعض. تمام، دلوقتي ان جي موديل ماي تكست ده الفاريبل بتاعي. اذا زي ما اتفقنا لو حصل تشينج هنا بيتغير فين؟ في الانبوت بتاعي او في الفاريبل بتاعي، ما فيش اي مشكله. تمام، انا هنا ده الديف اللي بيعرض ايه؟ اللي بيعرض الايه اللي انا مكتوب في الانبوت. يعني هنا كتبت اسلام اهو او ايا كان الاسم بينعرض هنا. تمام، انا عاوز اعرض ديت في حاله انه يدخل اسلام بس. هعملها ازاي؟ هقول له عشان اقدر استخدم الاف كونديشن في الانجولار بعمل استريك ان جي اف. هقول له ايه؟ شوف ان جي اف ده الدايركتيف بتاعي، تمام اهو، او السيلكتور بتاعي ايا كان. تمام، جوه بكتب الكونديشن بتاعي، بكتبه ازاي؟ هقول له ماي تكست ايكوال ايكوال ايكوال. طبعا اتكلمنا عن ايكوال ايكوال وايكوال ايكوال ايكوال المره اللي فاتت. تمام، هنا ايه؟ اسلام. تمام، تعالى نروح هناك اهو، شوف مش ظاهره لان اسلام ما فيش هنا اسلام. اي اس ال اي لغايه دلوقتي برضه. طب ام ظهرت، اذا لازم يدخل اسلام. طب انا عاوز لو ما دخلش اسلام اي حاجه بقى، لو ام بي تي او كتبت اي حاجه يقول لي هاي سير هاي يوزر ايا كان، هعملها ازاي؟ كده احنا عملنا ان جي اف اهي. طب الالس ازاي هقدر استخدم الالس؟ تمام، بكل بساطه الالس هستخدمها، هقول له هنا، هنا هقول له ايه؟ هقول له else اهو، ركزوا معايا، هقول له ايه؟ هقول له else. تمام، بس else ما تكتبش هنا، اما هكتبها فين؟ هكتبها جوه الدبل كوتيشن. هعمل هنا سيمي كولون واقول له else، حلو، واقول له هنا ايه؟ مثلا ان جي، طبعا لازم يبقى الاسم ده ان جي ايه؟ سيرفر. تمام، ان ايه؟ ان جي سيرفر، حلو. وبعدين هعمل ايه؟ او مش لازم ان جي سيرفر يا جماعه، يعني هنا ايه؟ ممكن نو سيرفر او ممكن اي اسم. تمام، خلينا نكتب ايه مثلا؟ سير، او خلينا نكتب سير اس اي ار، اي اسم يا جماعه مش لازم اسم معين يعني. تمام، بعدين هطلع بره او خلينا هنا، هقول له ان جي تمبلت. تمام، هعمل انتر وهقول له ايه مثلا؟ اكتب باراجراف هاي سير. تمام، عشان اعرفه ان الالس ديت تبع ديت، هاجي هنا واقول له ايه؟ شباك اس اي ار. تمام، مفيش اي مشكله لغايه دلوقتي، تمام مفيش مشكله. طبعا هو هنا عامل لي ايرور، لكن هنشوف الايرور ده عندنا ظاهر بسبب ايه. المفروض انا عملت ان جي اف، تمام، وقلت له لو الماي تكست ايكوال 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 اسلام ايه، اعرض لي الايه الماي تكست بتاعي. تمام، الس روح لي على الاس اي ار اللي هي سير مثلا. تمام، طبعا احنا عاملين ان جي تمبل بتاعتنا عاملينها جوه الاف، وده غلط، خليها بره الاف، بره الاف مفيش ايرور. تمام، اذا
لو بيظهر لنا ايرور ده حاجه كويسه عشان نتعلم. ان جي اف اهي ماي تكست ايكوال 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 اسلام، اذا هيظهر لي في حاله الانبوت بتاعي اللي هو ماي تكست اسلام. طب ايلس لا روح لي على السير، السير حاططها في ان جي تمبلت اهي جواها هاي سير. تعالوا كده نروح هناك اهو، شايفين هاي سير دلوقتي. خلينا برضو نعملها في اليرت اهو، ممكن نعملها في اليرت برضو عشان تكون واضحه. هنعمل مثلا كلاس اهو، هناخد ديت نحطها مثلا هنا او ممكن نحطها في البي في الباراجراف اهو، تمام بالمنظر ده، تمام مجرد ستايلنج مش اكتر. اذا هاي سير اهي، تمام عملت اي اس ال اي ام ال اي اسلام، شايفين. ممكن برضو نغير اللون عشان برضو تبان اكتر. ممكن نروح هنا بدل اليرت بريمير هنا ممكن نخليها دينجر هنا، اسلام حذر بالاحمر. ركزوا معايا اهو، هاي سير عشان ما فيش اسلام اهو، اسلام شوف اتغيرت بالاحمر وايه واسم اسلام. طب لو زودت هيرجع تاني هاي سير. اذا دي يا جماعه ال ان جي اف والالس بتاعتها اهي. ان جي اف بعمل الكونديشن بتاعي في الحاله ديت هي ايه، هينفذ لي الديف ده. طب الس روح لي على السير ده، اكتب الاسم اللي انت حابه تمام، وروح ام ان جي تمبلت ديت سيلكشن موجود في الانجولار تمام، واعمل شباك والاي والاسم اللي انت اديته في الالس. اذا لو اتحقق هينفذ ده، ما اتحققش هيرجع الالس ينفذ ايه، ينفذ ده. ده بكل بساطه يا جماعه ال ان جي اف. هعمل كيك يمين جيت اد تمام في سي اس كوميت، هقول له ان جي اف تمام اهو، خلي استرك قبليها كوميت اند بوش بوش، هستنى قبل ما البوشنج هروح هناك ريلود ان جي اف، مفيش اي مشكله وكله تمام. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في حاجه مش واضحه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.